أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. وكل عام أنتم بخير. اليوم أحدثكم عن الدواء الشافي بدواء الأنبياء، وطعام الأذكياء، والوحيد الذي يبدأ بحرف الياء. أولا، قبل أن أبدأ هذه الحلقة لابد أن أصحح الفكر السائد والمتعارف عند الناس عن اليقطين، فأغلب الناس يظن أن اليقطين هو القرع العسلي الذي أشير إليه الآن. أن أغلب الناس يظنون أن اليقطين هذا الذي أشير إليه الآن. هذه معلومة خاطئة وغير صحيحة إطلاقا، وأنا جلبتها هنا لأجل أن أصحح لكم المعلومة التي يعتقدها الغالبية في اليقطين. لذلك أقول أن اليقطين الذي ورد ذكره في القرآن الكريم هو ما يطلق عليها الدباء، هذه الطويلة التي أمامكم، هذا الذي يطلق عليه اليقطين، والذي ورد ذكره في القرآن الكريم، ويطلق عند كثير من الناس أو غالبية الناس باسم الدباء الأخضر، والتي هي في الصورة أمامكم وليست هذه، هذه الصورة وليست هذه. ولقد شرف الله سبحانه وتعالى هذه الدباء الخضراء بذكرها في كتابه حكاية عن يونس عليه السلام، حيث قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وقد أنجاه الله تعالى بعد أن ابتلاه ثم أنبت عليه هذه الشجرة وهذه الثمرة بعد أن أخرجه من بطن الحوت. وقد لامست شجرة اليقطين بأوراقها وثمارها وأزهارها نبي الله يونس عليه السلام. لذلك فإن جميع أجزاء هذه الشجرة بما فيها هذه الثمرة التي أمامكم هي دواء لكل داء. فمن حصل على هذه الشجرة بالكامل فقد حصل على الدواء الشافي لكل داء بإذنه تعالى ومشيئته. اليقطين من أحب الأطعمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وورد في الحديث أنه كان يتتبعها في الإدام أو الأدم، وليس هو القرع العسلي كما يظنه أغلب الناس. قال ابن كثير: اليقطين هو القرع الأخضر، وهو قول جمهور السلف. وقال ابن حجر: والمشهور أنه القرع الأخضر. يسميه علماء الغرب بطعام الأذكياء، وهذا المصطلح فيه معنى كبير، وهو أن الأذكياء يختارون ما يفيدهم صحيا وعقليا وبدنيا، وهو الخضار الوحيد الذي يبدأ اسمه بحرف الياء. هاتوا لي خضار من أنواع الخضروات المعروفة والمشهورة يبدأ بحرف الياء، لن تجدوا خضارا
في الأسواق يبدأ بحرف الياء. عرف لليقطين فوائد جمة منذ زمن بعيد، وقد كان المسلمون يقدمونه في موائدهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبوه لحبه إياه، ومن ثم عرفوا له فوائد كثيرة ومنافع جمة ذكرها المهتمون بالطب في كتبهم، وسوف نتحدث عنها بالتفصيل في حلقة خاصة بإذن الله تعالى ومشيئته، لكن سوف ألخصها لكم اليوم ابتداء في العبارات التالية والتي ذكرها الدكتور رضا السيد. وهذا الرجل حصل على الماجستير والدكتوراه في الدباء، صدق أو لا تصدق، الماجستير والدكتوراه حصل عليهما في الدباء اليقطين الذي أمامكم، وجميع بحوثه في هذا المجال، وهو رجل مصري الجنسية، حيث قال: إن كنت مريضا سوف تجد فيه الدواء الشافي. أنا شخصيا فهمت من هذه العبارة أنه يقصد بها أن اليقطين دواء لكل داء بإذنه تعالى ومشيئته، وليست لداء محدد. ثم قال: وإن كنت صحيحا تجد فيه الوقاية من كل مرض، وإن كنت شابا تجد فيه ما يطيل فترة شبابك، وإن كنت شيخا أو كبير السن فإنك سوف تجد فيه ما يقوي جسدك مثل الشباب، وإن كنت جائعا سوف تجد ما يسد جوعك، وإن كنت عطشانا فسوف تجد فيه ما يروي عطشك، وإن كنت مكتئبا فإنه يجم فؤادك. والذي يهمني اليوم في موضوع اليقطين هو بذوره. بذور اليقطين هي أفضل علاج لمشاكل البروستاتا، اعتبارا من عام 2011 ركزت ثلاث مقالات بحثية وفقا للمعاهد الوطنية للصحة على التأثيرات التي تحدثها بذور اليقطين الغذائية على صحة البروستاتا. الغريب أنه اشتهر بين الناس أن البذور البيضاء المتعارف عليها في الأسواق هي بذور اليقطين وعلاج البروستاتا، وهذا خطأ كبير، بل بذور اليقطين هي البذور التي تشبه في شكلها الحوت الذي ابتلع نبي الله يونس عليه السلام، وهي بنية الشكل أو غامقة الشكل. أكثر من 60% من الرجال فوق 50 سنة يعانون من تضخم البروستاتا الحميد، وتتميز هذه الحالة بتضخم مفرط في غدة البروستاتا، مما يؤدي لضيق في قناة مجرى البول والتبول المتكرر غير المكتمل والتنقيط المستمر، ومعه الإحساس المستمر بالرغبة في التبول، مما يؤدي لعدم النوم في الليل، وقلة النوم تؤدي للعديد من المشاكل الأخرى، منها مشكلات القلب وبعض المشكلات النفسية كالاكتئاب. بذور اليقطين هي التي توجد في هذه الخضراء، وهي التي تفيد مرضى البروستاتا، وليست البذور الموجودة في القرع العسلي. بذور اليقطين غنية بالزنك،
وهنا تذكرت سائلا سأل عن أكثر الخضروات احتواء للزنك، أقول له الآن أكثر خضار يتوفر فيه الزنك هي بذور اليقطين، وهي موجودة بكثرة أيضا في غدة البروستاتا، ولقد وجد من خلال الأبحاث أن انخفاض مستويات الزنك في الرجال تؤدي لتضخم البروستاتا، وهي حالة تعرف بتضخم البروستاتا الحميد. ولقد استطاع اليابانيون إنتاج دواء مستخلص من بذور اليقطين، والتي تؤدي لتحسين الأعراض البولية وأعراض النوم المرتبطة بالبروستاتا. وينصح الأطباء بتناول فنجان من البذور غير المقشرة 3 مرات في الأسبوع من أجل صحة أفضل للبروستاتا. وسوف أخصص حلقة بهذا الشأن بإذن الله تعالى ومشيئته. الخلاصة أن شجرة اليقطين بثمرتها وأوراقها وأزهارها هي علاج لكل داء، إذا نوى الإنسان واعتقد اعتقادا جازما بالشفاء فيها بعد إذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته، كما شفى الله بها نبيه يونس عليه السلام، فإنه يبرأ بمشيئة الله تعالى. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.